مرحبا شباب، وياكم حسين انجل. اليوم شرحنا على البيض المخصب من خلال فقاسات في البيت تقدر تعملها. اليوم نشوف اليوم الانثى الواضح في الصورة، عندك الفرخ الجنين شلون يكون يتحرك بالبيضة، وخلال 7 ايام راح تبين عندك اكثر، وخلال اليوم 20 نصريج سودة. وانا راح اطلع لكم مقاطع فيديو ان شاء الله، واصلكم المقاطع شلون تصنع لك فقاسة بالبيت، ومثل ما واضح بالصورة شلون يتحرك الكتكوت داخل البيضة.